the left, drinks to the right. I fall for a girl, not fall for a guy. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من نجوم اون ستيج. اليوم ضيفي ضحى بحياته كرمال يساعد الشعب اللبناني من 13 سنه لهلا اللي هو جو معلوف. هاي جو. هاي كيفك؟ يعطيك العافيه. ثانك يو. ان شاء الله ريدي للحلقه. ريدي على طول. دايما ريدي. انه ايه ريدي بحياتك اليوم مش انه للحلقه بس. طيب بس الاسئله محرجه. سؤال بدك اياه. خلص يلا بنبلش. قلت لك من الاول. مزبوط. لكن رح ننتقل لاول فكره اللي هي دردشه مع النجوم. جو بطلت عم تقدم برامج على التي في لانك مغيب او لانك فقدت الامل بالشعب اللبناني؟ لا بعتقد في سبب اكبر من هودي السببين اللي انت ذكرتهم. اللي هن؟ انا ماني من نوع الاشخاص اللي بحب يضل عم يبرم حول نفسه. فبس حس حالي ما عم بقدر اتقدم بالهدف يلي بدي اعمله او ببرامجي بوقف. طيب انتخبت؟ لا هالمره لا. هاي المره لا؟ اوكي. ولا مره اصلا هالمره يعني بالاول صار يعني. شيء مشكله بالقيود او شيء هيك يعني بس كنت بدي انتخب يعني. كان بدك؟ ايه طبعا. مين؟ جاد غصن. اوكي. جو من 9 سنين على القد قلت بانترفيو انه في سياسيين قدموا لك مغريات وعرضوا عليك اموال كرمال ما تفضحهم وما تفضح ملفاتهم، وقلت رح يجي شي نهار وتسميهم واحد واحد، اليوم اجى النهار وبدي اياك تسميهم واحد لا واحد. انا بقرر انت بيجي نهار. لا لانه انا معي اساميهم وبدي منك تقول اساميهم. لا من 9 سنين اكيد ما معك اساميهم لانه انا ما قلت لحدا الاسامي. بلا انا معي اسامي. بكون انت عم حاطط هيك. لا انا اكيد مش حاطط، انا معي اسامي من حدا كثير قريب منك. لا كان يشتغل معك بفريق العمل. ما حدا بيعرف اصلا. ما كد؟ ولا فريق العمل بيعرف. طيب انا اخر الحلقه قبل اكيد ما نوقف قول اذا بدك رح لك مين الاسامي، رح لك مين الاسامي لانه في سؤال عنهم اخر الحلقه، فرح لك مين هن واحد واحد. اوكي. جو انت متخانق مع زفان، نضال الاحمديه، توني خليفه، مالك مكتبه، نيشان، نديم قتيش، مارسيل غانم، فيني رومي وغيرهم كثير. معقول المشكل منهم كلهم هن؟ لا اول شيء مش مخانق معهم. يعني كلمة عامل خلاف وعامل كلمة كبيرة. لا بعدين هودي أشخاص اللي سميتهم كلهم بس تجمعني فيهم المهنة. وبالمهنة بيصير في اختلاف بوجهات النظر، بيصير في أشخاص ما بتشبهك وما بتتفق معها و throughout the way أنت عم تشتغل بيصير في هيدي القصص. فأنا بعد بس معهم كلهم؟ إيه ليل أنا برأيي ليل؟ إيه لشخصيتي لإلي ليل بلاقيهم خلصوا ما بعرفش غير ما أنا صعب كتير مش قليل الأشخاص يلي بقدر أتفق أنا وياهم. أوكي من ورا خبرتك وبدي بصراحة وبعرف إنه عندك أسامي وأجب عليهم، مين أفسد سياسي بلبنان؟ يعني قصدي من ورا خبرتك يعني من ورا الملفات اللي شفتهم قدامك اللي قدرت تفضحهم، مين أفسد سياسي بلبنان؟ في فساد بالمصاري، في فساد بالسياسة، في فساد بالارتهان للخارج، في فساد بالمصاري من الدولة بلبنان. مش كلهم في 7 حاكمين لبنان أو 6 كلهم فاسدين؟ لا بس أفسد مهني 7 6 7 ما كل واحد عنده طايفته متربى عليها وماسك الطايفه وماشي. اوكي فبدك سمي لك معروفين يعني. فيك ما معروفين وليد جنبلاط ونبيه بري وما بدي انسى حدا وجبران بسيل وميشيل عون مين بعد هو هن 6 5 6 مين بعد فيه. اوكي كلهم. اوكي جو مين اكثر اعلامي بيرتشي؟ بعتقد كل الناس بتعرف مين اللي انا ما بعرف اللي بيطبل وبيزمر للناس الفاسده بالبلد. طيب واللي بيدافع عن المصارف واللي بيدافع عن السياسيين اللي ورا المصارف يعني ضروري يعني العالم تعرف هذا سؤال كل الناس تعرف جوابه. طيب أي او بتعرف مش كل الناس تعرف جوابه هيدي مشكله لانه الناس بتنسى بسرعه لو الناس عن جد بتراقب وبتعرف كانت بتحاسب. طيب شو اسمه كرمال ما ننسى؟ شو اسمه كرمال ما ننسى؟ مارسيل غاني. اي محطه بتتابع اجندات سياسيه من تحت لتحت؟ كلهم. اي محطه تلفزيون مش راديو؟ كلهم. كلهم؟ بس في ناس اقل من ناس. مين اقل اقل محطه؟ لانك اشتغلت مع الكل تقريبا. ال بي سي بتجربتي. ال بي سي اوكي. مين فنان يلي عنده اجوى ملف؟ لا مش لا عايش ما معهم انا ما بعرف. بس بتعرف. لا بعت من زمان انا على عن الفن عن جد. بس بتعرف من قبل من كان؟ ما انا خلص بطوي صفحات ما بضلني علقان بالماضي. اي جريده بتكتب حسب ما السياسه تبعها بيقول لها؟ اللي من بيملكوها سياسيين. طب مين؟ ما انا ما بعرف جريده ما بعرف بعد في جرايد عم تطلع في بعد في جريده المستقبل بعدها عم تطلع مثلا جريده الاخبار في جريده الاخبار إيه؟ في جريده النهار في طيب. في كثير طيب كل وحده عندها سياستها جريده الاخبار سياسة. هون جريده النهار هون سياستها انا بدي سياستها مش سياسيين يعني ولا احزاب ولا اطراف بالبلد بلد سياسيين نفس الشيء. اوكي طيب اي محطة نووي ترجع تقدم برنامج عليها؟ اكيد جديد. جديد ليه مش ام تي في؟ ما ام تي في شحطوك طريقه كثير مش هيدا الموضوع بس جديد في عده اسباب عدا عن قصه حريتك في قصص لها علاقه بالتقنيات والمشاكل في كثير قصص. طب لاست يير قبل رمضان توقف برنامجك مع برنامج رابعه فالناس فكروا انه هو توقف كل البرامج توقفه كرمال رمضان
اللي هو غلط. انت برنامجك توقف لانه ما بقى بدون اياك تطلع على الهواء. ايه صار شغلي. شو المشكله اللي صارت؟ صار شغلي وحملت حالي وفليت قبل الحلقه بعشر دقائق. شو صار؟ ليك هي بلشت من قبل بثلاث اربع تجميع من كذا ملف طرحته، وكان في كلام انه هيدا مثلا رياض سلامه جو ما تهاجمه ما تقرب عليه فلان ما تقرب، وانا طلعت وقربت. هلا شو تيعملوها بطريقه ذكيه، ما عملوا رده الفعل دغري بعد الحلقه. دغري تاني يوم. بعدين نطروا كم اسبوع واجوا افتعلوا مشكل جماعه الجديد مع الفريق العمل تبعي. انا ما كنت على المشكل، كنت بطابق تحت بس كانت الاير بيس مفتوحه بدين، سمعت المشكل كله سوا. لوقت ما وصل الكلام فيه اهانه، ونقال للمنتج المنفذ انه لو بدك تدقه لتحسين خياط ولكرمه خياط هالحلقه ما رح تطلع على الهواء. فكيت الميكرو، فكيت الاير بيس، واخذت مفتاح سيارتي، ما حكيت مع حدا، طلعت على السياره دورت ورحت على بيتي. فريق العمل السمبل يعني ما بيهمني فريق عملك. لا ما بيهمني اذا بيزعل ولا ما بيزعل، ما بنطر رأي الفريق حتى اللي بيشتغل معي. اذا انا حسيت في شيء بمسني بالشخصي بمشي دغري. I do not compromise يعني على حساب كرامتي ابدا. بس هن ما هنوك، هن كانوا عم يهنوا فريق عملك. شو يعني؟ يعني هلا انت جاوبت عن سؤالك. لا بس انت جاوبت عن سؤال، بس انت مش مفروض كنت دافع عنه. جاوبت عن السؤال، كيف دافع عنه؟ بطلع بمشي بالمشكل الخبيط، يعني عم مشكل بنخبط بعضنا كلنا سوا وبنجرس حالنا، ولا بحمل حالي وبفل؟ واللي هو اكثر موقف ممكن تاخده او موقف ممكن تاخده كرمال كرامه فريق عملك وكرامتك. اوكي. بركي غيري يقبل، وغيري بيقبل كثير، يسمع حكي وينهان وهيك. هن معودين، هن يمكن معودين على هالنوعيه من الناس بلبنان اللي بتطلع على التي في. انا مني هيك. طيب اي اذاعه مفكره حالها انه دائما هي الاولى؟ شو اذا اذاعت شو؟ اذاعه راديو. انا برايي ولا وحده بقى. لا مفكره حالها انه دائما هي. ما بعرف ولا وحده برايي. ما كلهم بيقولوا هن الاول. ما انا ما بقى اسمع، صرت عم اسمع غير شيء، بسمع لايت اف ام صرت. حتى جرس ما بتسمعه؟ شوي لك؟ بلا شوي. بس انه صاير لا عم بسمع غير، عم بهدي، عم بسمع شيء رايق وهيك. اوكي. طيب مين الاعلامي هي اللي ببيت تناجر كرمال تضل علاقتها منيحه مع الناس؟ ما انه في كتار يعني، ما بعرف انه والله كتار يعني، في اعلاميين ما عندهم مشاكل، قليله مشاكلهم، وبيضلوا يتصوروا مع السياسيين ومع النجوم ومع الفنانين ومع انه هودي اكيد هون. انا ولا مره رحت اصلا، وما عندي هيدي الحياه الاجتماعيه يلي الكل بيعيشوها، وما بحبها وما برتاح فيها وما بلاقيها بتشبهني، وبحس حالي. وجربت كم مره اوقات تستحي بتروح بالخجل، حسيت حالي انه قاعد بمحل مثل انه يلا يمرق الوقت بدي فل اوكي تحمل حالك كمان بتفل. طيب سؤالت مره اذا بتطلع على سفرات وخصوصا على السفاره الامريكيه، قلت لا بس انا اكيد واثق انك طلعت وزرت السفيره بعوكر. ايه زرت هلا مؤخرا، لانه وقت سالوني السؤال ما كنت بعد طلعت. ليه؟ مش انه انت جبت معلومه. لا مش عم جيب معلومه، بعدين مين اعطاك المعلومه؟ انا خبرتك اياها. انت خبرتني؟ إيه؟ لا انا بلا. شفت على جوجل. خبرتك اياها. شفت على جوجل يعني انت مش سر. إيه مش لما سر. اطلع مش بالسر يعني طالع أنا بالعالم. انا ما قلت سر. طلعت على ايفنت لزينة دكاش، كانت مستقبلتها السفيره، وطلعت على ايفنت من بعد، مش ايفنت، كان في مناسبه من بعد قرار وزير الداخليه ضد ال جي بي تي كيو كوميونتي. طيب شو شغلك معهم؟ عم تحضروا شيء؟ ما عندي شغل مع حدا، ولا عندي انتماء لحدا، ولا عندي اوراق اعتماد لحدا. لا انا قصدي عم تفكروا تعملوا شيء شغل بزنس سوا؟ لا بس اللي عاده بينعمل بزنس مع السفرات. ايه في منهم بلبنان بيعملوه. هودي اللي طلعت ملفاتهم انه مختلسين اموال واخذين المصاري وحاطينها بخزنه البيت وبالاكونت تبع الباينانس وهول الجمعيات. ايه نحن مش هيك. اوكي. ليليا اللي بيعرف بعدين ما حدا سوري بعدين ما حدا ما عندي حدا انا بيجي بيعطيني مصاري للجمعيه حتى يجي يقيدني ولا يقرر انا كيف بدها تكون سياستي ولا شو بدي احكي ولا شو ما بدي احكي يعني. ليليا اللي بيعرفوا انك على عمر ال 14 سنه فتحت اذاعه باوضتك توصل لكم منطقه معينه بس. واهلك ما كانوا يعرفوا بالموضوع ابدا. لوقت ما جرونا على التحقيق بالغلط. تعرفوا شو صار؟ اخذوا اهلي على التحقيق قبلي لانه انا كنت تحت 18 وقتها. أوكي. كان طالع وقتها طلع قرار انه بدهم ينظموا الاف ام بلبنان وانه اللي مش مرخص بدهم يستدعوا. ف ليه على عمر ال 14 هيك دغري؟ انا من انا وصغير بحب كثير تعمل لا إزاعة. انك لا توريتش للناس عندي شيء على طول قوله، لازم يكون عندي التولز او شيء حتى اوصل. أوكي. للعالم يعني. اوكي اليوم انت مدير اذاعه جرس، واسئلتي لك، مين الفنان يلي ما بتقبل تذيع اغانيه عندك؟ ولا فنان بحط للكل. كلهم؟ ايه اذا بيدفع.
ايه بس في بنحط لناس ما بتدفع اكيد في فنانين لا لا بس في اذا في منهم كفان يمكن ما اذا دفع بحطه خاصه بهالايام. طب مين الاعلامي اللي ما بتسمح له يقدم برنامج عندك؟ ما قدروا يكون عتيبي اعطيني اسامي ما بعرف ريمان جيم دانيال كوزح فيني فيني ما قدروا انه هو عنده اذاعه بديره ليش بده يقدم عندي؟ طب ريمان جيم لا انا علاقتي فيها ممتازه بالعكس هي الوحيده هي ليه الوحيده ليه يعني الوحيده ليش عم تصورني انه هلا لا لا انا ليك على قد ما بتشتغل بهذا البلد وعلى قد ما بتفتح ملفات وعلى قد ما بتحكي على قد ما بيزيدوا الخلافات تبعك فاللي ما عنده هيترز يكون اكيد انه مزبط حاله مع الكل. مين الشركه او المؤسسه هي اللي ممنوع تمرق دعايات لها يلي انت ما بتحب تمرق لها دعايات كمان اعطيني احتمالات ما لا ما في ما عم يجي عبالي لا مثل شو اكل ما عندنا شركه اعلانات لا انا ما بقدر اقرر شو بدي احط وما بدي احط عرفت في شركه اعلانات اذا حجزوا دعايه ليه ما بدي احطها. طب مين الشخص اللي بتحب انه يقدم برنامج على جرس؟ بركي جوزيف تو بحبه بحب المنطق تبعه بالحياه بكل موضوع بيطرحه يعني اوكي. طب كم دعوه مرفوعه عليك؟ بطلت عم عد من زمان هالقد وما عم تبعون بتعرف. طب من مين اخر وحده؟ في كتير بعتقد ما بعتقد. هل اخر وحده تبع جبران بسيل خلصت؟ ايه خلصت. هلا كان في تبع جبران بسيل بس خلصت. طب مين هيك كمان شخص مهم؟ خلصت بس كذب هو على حاله وعلى العالم وعلى اللي حواليه وعلى كل الدنيا انه هو ربح. لا ما هو قال رح يتبرع للصليب الاحمر بالمصريات اللي بندفعهم من الدعوه. ما تبرع. لا قال انه تبرع ولا تبرع ولا فرجينا انه تبرع. اوكي. طيب مين اقرب شخص لك بحياتك؟ عندي صديق مفضل مثل خيي يعني من 16-17 سنه. اوكي. وحدا من العائله انه كثير جاد خيي الصغير اللي هو ماي ستيب براذر يعني. اوكي. جاد هاي وصلت له دخلك ما قلت لك انا وصلت لكل العائله. هاي جاد. هاي كيفك؟ منيح سوا. هاي جاد كيفك منيح؟ جاد هلا بدي اسالك اسئله انت وجو بدي منكم بلا ما بلا ما تحكوا بتدلوا بس على بعض. اوكي اوكي ممنوع ولا شيء جو ولا شيء وانا معي الاجوبه لانه حكيت ولدتك ومعي الاجوبه كمان يلا. شوف لاي درجه. اوكي. طب مين اسال شخص؟ بس ما مش عم بفهم مين اسال شخص كيف أسأل يعني؟ يعني انه لئيم مع الناس كيف ما في احكي وبدي جاوب؟ ايه انه دل عليه او انت انا احكي انا او هو لئيم. لا وهي ولا هي وهي ولا هي. طيب مش على ذوقك مين المشكلجي؟ ايه سوا اثنيناتكم اكيد. طيب مين ما بيتقبل انتقاد؟ ليك انا كنت هيك كنت هيك. لا خلينا نحكي الامور مثل ما هي. انا ما هو كوبي عني طالع فهي امي بس ارتاحت مني اجاها جاد. طيب مين اهدم شخص؟ عم تحكي نحن؟ انه هي توقعتنا كيف رح يدل على حاله؟ لا عم تقول اهدم شخص ولا واحد منا اهدم شخص ما عندنا هاي الكاركترستيك بنضل ننكت ونضل نضحك وهيك. لا وي ار مور سيريس بالحياه ووركهوليك شوي وحاملين السلم بالعرض بس تبي مش يعني وقت البدنا ولا وقت نكون مع رفقاتنا ما فينا نكون مهضومين هيك من فتره هيك يكون عندنا هودي اللي على طول عم يضحك وعلى طول اخذ قصص. طيب مين بيموت بالالكول والكهوليك؟ هو ونزعني عن جد. انت نزعته؟ ايه انا لان عندي مشاكل معدتي وهيدا فما كنت اشرب ابدا. اشرب قليل مره بالشهر هي مينلي يعني انا بس جينا عملنا البزنس اكزاكتلي بس يجوا عالم لعندي وهيك انه اي ثينك مهمه انه اقدر اعمل لهم كوكتيل زيك بعمل لهم ايميل للعالم. سو ساعه بيجو كان عنا على الغداء وقلت له خلينا اعمل لك شيء وداقن ومن وقتها يعني صار اكثر منك. ايه لانه جو لا لا من وقتها تحولناها لبزنس وصار عندنا الشركه تبعنا وصرت اضطر لانه انت اليوم اذا عندك برودكت بدك تسوقه وعم تجيب الاصحاب تبعك اللي هيدا بدك تشرب لا ما انت مجبور. تخيل انا عم بجي انت صاحب محل او عندك بدي اجي ذوقك كواف مثلا انه بدي اشرب معك ما فيها انا دواء لك انا ما بشرب الكول حتى حجب البزنس انه ما انت ما بتشرب يعني هلا صرت احب اكثر بس انه مشكله صار يتعود تعود على اوكي. مين ممكن بحياله لحظه يمحي اكونتاته يعني هالقد مهمه بالسوشيال ميديا و ايه انت بحس مين كان ينحر بالثاني اكثر يحب يزعج هيك الثاني من نحنا هو كان صغير ما
ما كان يقدر يناحب فيه. ما هو الحل الكبير بالناحب. بس كبر بلش. بلشت انا. على فترة. بس لا رجع مشي حاله بس. آه. قلت له doesn't work ما بيمشي الحال هيك. معي انا ما في كورة. تركني مرة اثنين ثلاثة رجع. تركتك شو؟ كبسني. تركتك شو؟ كفوت بكم حيط وهيك. طيب مين بيلبس تياب الثاني أكثر؟ ما بنلبس تياب بعض. عن جد؟ ما أنا عايش لحالي. إيه يعني؟ لا. ما بتشيل عنده؟ بلا بس مش شايفوت ياخذ لي تيابي ابدا. آه. لا انا بعمل جريمه عليه. كان جيلبار ياخذ لي تيابي. طب مين دائما بحط الحق على الثاني؟ شو ما عامل الحق على الثاني انا ما خصني. لا مش هيك علاقتنا. وقت يكون حق علي حق علي، وقت يكون حق علي حق علي. هلا السؤال لازم يسال مين بيعترف اسرع من الثاني انه حق عليه. هون المشكله. اكيد مش انا. ابدا. اكيد مش انا. طب مين كان يغار من الثاني اكثر؟ ابدا ما كنت تغيروا من بعض. بالعكس. أبداً, أبداً, أبداً. حتى هلا أبداً أبداً أبداً. بالعكس. صراحة I look up to him. أنا بنطر النهار اللي يصير أحسن مني بنبسط بهذا الشيء. الأشخاص هالقد قراب لهن كتير قليل مني، إذا بصيروا أحسن مني بيكون أسعد هدف بكون حققته. إيه طبعاً. طب مين بينسى عيد الثاني؟ أنا بعتقد. أنت؟ جاي أسألك إذا عيدته بينسى. لا هو ما بينسى. لا ما بينسى. أنا ليك أنا هول الأشياء ما من نوي أنسيان. كون يعني خلاص يعني حاطط البروجرام فروم اي تو زد. ايه انا مش كتير برايورتي عندي. بدق لي امي اليوم عيد جوني، بكره عيد جوني عايده. يعني هي بتذكرك. بكره عيد جاد عايده. ايه بس عيدها لا ما بقى استرجي انساه لانه ما بنوضح صراحه. طيب مين بيصور الثاني صور جرصه؟ بيصير يهدد الثاني انه بنزلهم. لا 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 هلا تهديد. التهديد مش بالمخفر، انه تهديد هيك بين بعض يعني. لا مش هيك العلاقه. هي مش هيك بس في هذيك الجمعه كان في كم صوره نحن وصغار يعني. ايه كنت على لا 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 شو صار؟ انا نحكي صراحه، هو كان على عيده على باله يحط صوره انا وياه من وقت ما كان صغير واحمله انا تقريبا انا مربيه واكثريت الوقت، وبده يحط صوره جديده. فأول شيء بيقوم بنزل صورة كتير بشعة. قلت له شيلها هلا. نزلها. بلا ما يسألني. قلت له شيلها هلا. قال لي بدي فتش بالصور كلهم والألبومز لحتى الاقي صورة. جانا رحنا على البيت. كنت عم بعمل زيارة لماما وهيك، ففتحوا بلشوا يفتحوا الألبومات، كان وائل معه. فبلشوا الألبومات، الماجوريتي تبع الصور هي صور لإلي بمرحلة بحياتي أنا ما بحبها. مش الصورة اللي بتزعجني، هي المرحلة اللي بتزعجني، وهن مش ذنبهم، هن ما كانوا عارفين. صاروا يفتحوا الصور وصاروا عم يمزحوا معي، وكل صوره هيك ياخذوها بالهيدا، وانا فروم ذا انسايد مش عارفين هن ذا ريل ريزن انه انا كنت مزعوج. سكرنا بطريقه ذكيه على الموضوع ومش الحال. بشو هددته؟ لا ما هددته، لا كانت امي قاعده وكان وائل وجاد وانا خبر الماما انك بس انه خلص هيك مثل وي رابتت كلها ومتفلت. خلص اوكي. طب انا خلصوا عندي الاسئله. ثانكس جاد انك جيت، وان شاء الله تكون هيك سربرايز ما توقعتها. بالعكس حلوه، مو كنت عارف ابدا. هلا كان المفروض والدتك تجي بس ما قدرت لانه عندها شيء. فعملت معنا قصه تاجت على حلقه وقتها نيشان، يعني صار قصه كبيره واجت. ما بعتقد بقى رح ترجع تجي. هلا هي كانت بتعيدها بس لانه مشغوله وهيك. بدي اقول لك ثانك يو لوالدتك تساعدتنا. يلا نحن حنكفي جو. جو مثل ما الناس صارت تعرف، لما توفى والدك انحرمت من والدتك لثلاث سنين. وبهال لسبع سنين. لسبع سنين؟ كنت قايل ثلاثة، أنا سمعتها ثلاث أو كذا مطرح. سبعة، ميتم ثلاثة. أوكي. سبعة. كلهم على بعضهم سبعة أو عشرة مع الميتم. أوكي. حلبت لوالدتك لسبع سنين، سؤال وجواب سريع، فتحت جمعية كرامة كرمال ما ينعمل بالولاد مثل ما انعمل فيك؟ أكيد جزء من هيدا الهدف جاي من هيديك المرحلة طبعاً. طيب سفرات وإن جي أوز والسلطة والنواب ما بيتيقوا يسمعوا بجمعية كرامة، ليه؟ كيف مين؟ كيف على أي أساس عم تبني هيدي ال لانه بشوف حسب التويت وحسب كل شيء مواقفهم وحسب انه كرامه دائما انه حاطين حطاتهم عليها بركي لانه نحن مش تابعين لحدا وما بنمشي باجنده حدا وبركي لانه بعد مش عارفين شو ناطرهم من كرامه بعد ما بلشنا انا بعتبرها بعدها بالترايل بيريد هلا ده شو بعد بعد ما بلشت شو بعد جايه كثير مشاريع اوكي مين بيمولكم حسب البروجي فعملنا بروجي مع بريتش كونسل له علاقه باليوث ضد التطرف بس بدي اقول شغله انه النص التمويل تبع كرامه هي من جو من جيبه جو هلا عم بكبه اكثر على الشركه تبعنا كلنا لبطل لحالي كمان انا وجاد ووائل بصير كلنا ندعم كرامه يعني اوكي طيب ما جاوبنا خلص هيك بس ما جاوبنا على السؤال مين بيمولكم غير انتو ما عندنا كتير تمويل من اللي بيمولوا عادة كل الـ NGOs لأنه ما بنركب على بعضنا
فمشان هيك بلجأ لتمويل ذاتي ولا بعض الأصدقاء ولا ونحن من الـ NGOs يمكن ما بعرف إذا في غيرنا اللي منحط الـ audit reports تبعنا على الويب سايت وهو international audit مش audit من هودي اللي بيعملوا audit هون في كم audit هون هودي بيركبوا كل شيء نحن لا we publish everything على الويب سايت شو يلي بيأكد لي إنه جمعية كرامة منا مثل باقي الجمعيات تفتح الويب سايت وبتجيب الـ audit reports وبتشوف مين الشركة هيك. في كتير عاملين لا هيك. لا لحظة بدك تشوف مين الشركة أول شيء العاملة audit إذا الشركة محترمة international كومباني ما بيلعبوا بالاوديت تبعهم طيب وين كنت باربع اب بالبيت يعني بسليم لانه انت بس قبل بيوم كنت عم بسوق طياره فوق البور طياره ايه سسنا كنت عم بعمل كورسز فمرقت من فوق البور قبل بنهار وصورت كل محل ما رحت وبكل لبنان بس انه اخر محل صورته بالفيديو عندي الفيديو يعني ما حطيته ورجعت هو البور كله سوا مصوره قبل الانفجار بنهار تكسر شيء ببيتك او بالمكتب يلي هو بالحزب لا 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 زيز بالبيت بس برايك رح نوصل للحقيقه لا بهيدي بس ابدا عندك خبره لانه بالملف ابدا 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 طب من وين جايب كل هالمصاري مع اني بعرف انه حسابك بالبنك فيه بس 50,000 دولار شو عم بقول شيء غلط ما فهمت غلط؟ ما أنا بعبت مالش بالسؤال لا بس أنه كيف عرفت؟ لا بدي أعرف كيف عرفت تفعلها بعدين بخبرك لا بدي أعرف كيف عرفت برجع بخبرك بعدين بدي أسأل سؤال مش سؤال مش عن هالموضوع إيه بس أنا عندي شغل شهري يعني مش أنه ناطر هودي بس منك على تيفي طبع يلي بالبنك بعدين أنا ولا مرة اتكلت على تيفي بحياتي من الشغل ولا مرة بس كنت تقبض كتير 40,000 دولار إيه بس ما كنت ولا مرة أتكل أنه لأن كنت على طول أحسب حساب أنه ما حدا بيعرف أيمتى بعد أي حلقة بيوقف عندي شغله يعني عندي طب عندك مصاري برا مش كتير عندي هلا بعد الازمه فتحت برا مش انه فاتح حساب برا وهربت المصريات اذا شكرك لا ما قصدي هربت اذا عم تلمح هيدي لا ما قصدي هربت ما فتح الاكونت هلا يعني مش من زمان اوكي لانه عندنا شغل واوقات بتضطر انه يكون عندك اكونت فريش وبرا تكون مريح راسك وفي بيرشيسز نعملهم اونلاين وهيك مضطرين لما وزير الداخليه حكى عن ال جي بي تي كيو بلس كوميونيتي او المثليين جمعيه كرامه دغري علقت على الموضوع شو كان هو ما حكى هو عمل اكبر تحريض لانه هو انسان متطرف دينيا هو عمل اجنده دينيه تجاه ناس عندهم حقوق مين ما كانوا يكونوا واذا هو ما بيعجبه هذا الموضوع في دق راسه بالحيط صار جزء من اي مجتمع وجزء من اي بلد ومفروض انه تحترم حقوقهم بس اخذنا موقف قاسي كثير وحتى بكل شغلنا مع الـ INGOs يلي هن الدونرز ولا السفارات وهون بيجي انه انت تقدر تلجأ تحكي مع سفارة حتى تحط ضغط وهذا منه شيء منخبيه انك تحط ضغط قد ما فيك مع اي سفارة او اي حدا بيمولهم او بيساعد الدولة اللبنانية تقول لهم انه انتوا لازم تاخذوا موقف مش كل مرة بيصير هيك شغلة وقفوا التمويل لهم حتى يوقف يعمل هيدي القرارات يعني قصدك ممول كان من اللي طلع هالقرار لا عم اقول يعني اليوم هيدا الوزير حكي وزارة الداخلية ما بيجيها تمويل للانتخابات ولا غيره ما بيقدروا هودي الدول يقولوا له بتتراجع هلا عن قرارك ولا منوقف تمويل عملوا هيك اوكي عملوا هيك معروف انك رفع مع النايب سامي جميل والنايب زياد بارود بعدك رفع معهم اول شيء هلا زياد بارود بمحل وكلهم بمحل تاني ليه لانه صديق يعني على طول بنتكلم مع بعض والعلاقه ما تغيرت ووقت كان وزير ووقت البطل وزير ولليوم ولبكره ولبعد بكره أوكي. سامي جميل من وقت ما تجوز اوقات الحياه بتاخدك وبينشغل انا بنشغل وبنبعد بس انه بحترمه وبعزه وكل شيء اكيد طب عندي سؤالين بايه او لا بدي منك بس جاوب لا هو سؤالين بس عن هالموضوع سامي جميل فاسد او شارك بالفساد هو على الصعيد الشخصي مش فاسد إذا بك تسألني بالسياسة إنه إذا حليفك فاسد ولا إذا أنت عندك لا 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 سامي جميل هو كشخص لا شو الإثبات إنه لا وين استلم مصاري ولا استلم وزارة ولا لحتى يكون فاسد ما حدا بيعرف من أنا عم بيجي عارف بس أنت لما تحكي عن فساد تحكي عن فساد ميل عام زياد ميل للدولة اللبنانية أبدا مستحيل شو اللي بأكد لك أنا ولا لازم ينسأل السؤال أصلا ليه أنا بعرف أنت بس إحنا ما بنعرف أنا بعرف
طب كيف فيك تقنعني؟ وانا ما بقول ايزلي عن حدا انه مش فاسد، بعرف بس أيوه. بس كيف فيك تقنعني انه ما في اقنعك؟ هذا بروسس طويل عريض لما تعاشر شخص وتعرفه بحياته اليوميه وتشوف مع عائلته كيف وبحياته كيف وقد ايه عنده مبادئ، بتتكون فكره عنه هذا الشخص من اي نوع. انا شايف من كل الانواع لانه اوكي من السياسيين والاشخاص بعرف يعني الوحيد اللي بيقطع بيناتهم زياد قصدك؟ انه في ناس شو منيح اذا بتسميه اللي بجاوبك، بس انه ما بدي اعمم. لا انا ما بحب اعمم بالسيء وما بحب اعمم بالمنيح. اذا بكره تخنقته كلمه المي طلعوا انه لو بدنا نتخنق كنا تخنقنا من زمان. طيب لانه عذبته كثير وورطته وهيك بملفات وعلى التلفزيون بكذا شغله، وهو احترم هذا الشيء. انا بحترم الشخص يلي حتى لو بمحل معين زركته انا بيرسونال ليفل بضل يحبك انا بيرسونال ليفل، والصح صح والغلط غلط عنده. زياد بارود هيك. اوكي جو كلنا بنعرف انه اذا في شخص عم بيغطي عن الفساد بيكون كمان ساهم وبيعتبر انه فاسد. نعم. وانت اليوم مسك ملفات لفنانين كتير وحتى سياسيين وعندهم ملفات وصفقات كبيره وانت بتعرف فيهم، وانا وياك بنعرف عن مين عم نحكي ومش عم تحكي عنهم، يعني عم تغطي عن فساد. لا بدك تقول لي عن مين عم نحكي. لا انا بقول لك مش هن مباشرة، انا الخبرتك تعرف المشكلة؟ مش هنيك انت خبرتك؟ المشكلة اللي ما بيعرفوها الناس اللي عم يحضروا انه انا لما قعدت انا وياك اجتمعنا اول مرة خبرتك كل شيء مثل ما هن، مش كل شيء صرت تطلب مني سمي سميت لك. مزبوط. ايه بس انه هلا بس انا ما سميت تستعمل اللي انا قلت لك اياه وانا قلت لك اياه. لو انا عندي شيء مخبى كنت بقول لك اياه، بس ما سألت حالك السؤال. لا مش هنيك انا ما سميت لك، ورجعت ضليتك صرت تسألني وتسألني تفاصيل وقلت لك مش هن بالمباشر كان بوقتها المنتج يلي عم بيعمل هيدا العمل. انا ما سميتهم لانك عمل انساني انعطى كوميشن بالمبلغ يلي دافعه الدونر. منيح بدك بعد اكثر؟ لا انا ما بدي اكثر. انا أوكي. انا ما بدي انا يعني ما سميت 100,000 دولار. انا ما سميت كان غير المبلغ قبل، بس انا ما سميت لانك وثقت فيه. لا ما قلت لك المبلغ. بل قلت لي قلت لك ايه انه شو فرقت يعني. جو معروف انه معك سلاح بسيارتك وانت قايل من قبل، وقايل انه منك مستعمله من قبل، بس انت استعملته. انا مش قايل ما مستعمله، لا وقت بدك يضطر واحد يدافع عن حاله يعني استعمله. بعدين بالقليله انا عم بحكيها علنا ببلد فيه تفلت امني وفيه مجموعات وفيه بعد. عالم بتهددك وغير هيك. هلا بحس زياده بعد بدي احمه. انا اللي شايفه رايحين لا بس اللي شايف رايحين عليه هلا مش لانه انا عم بحكي عن اي مواطن لبناني على السرقات اللي عم نشوفها حتى مش بس بلبنان، ما عارف عم تشوف على السوشيال ميديا اكيد يوروب لندن كذا. انه اليوم يعني انا هلا امبارح دقيت لجاري قلت له بدك تشوف لي كيف بدنا نقفل قفوله الشبابيك كلها والبواب بالبيت نجيب القفوله غير القفل هيدا العادي. ايه امبارح امبارح لانه عم حس على كثره الازمه والفقر بلبنان بده يصير في كثير قصص. علقت عن ساحل علما صار شيء جمعة الماضي وعلى علمة لأنه بيت أهلي على تويتر. على كل جمعة عم بيصير شيء، كل جمعة عم بيصير في سرقة سيارات، كل جمعة عم بيكون في مسلحين، كل جمعة. بعدين كنت بدي أقول شغلة لأنك ذكرت هيدي الشغلة إيه عن ما اللي صار مع نانسي عجرم مثلاً بالبيت. أنا عملت حلقة بس عملت حلقة استقصائية وحققت بالموضوع، جات عملت مقابلة أخذت إكسوسيف منها ومن جوزة ومن كل الشهود يلي كانوا موجودين. طيب اليوم بتوصل لحقيقة أو لقناعة من بعد ما تحضر كل الفيديوهات والكاميرات وغيره إنه هذا الزلمة لو ما عنده سلاح كان ببيته، وصل على أوضة نومهم الزلمة اللي عم يسرق ومعه فرد بغض النظر فرد مزبوط ولا مش مزبوط، أنت أولادك عم تشوفهم قدامك جاي واحد معه سلاح فايت عليهم تتفرج عليه بتقول لا أحلى ما حدا يقول علي إنه أنا بحمل سلاح. 10 مرات بقولها بحمل سلاح. طيب أنت استعملت سلاحك إمتى آخر مرة؟ لا مرق فترة. فترة دائما تستعمله أو لا مرق فترة إنه إيه أوكي. طيب بعرف إنك بيرفكسيونيست وبكل شيء وبس شو قصة ركعتك على الطريق لما جبت 9.5/10؟ تسأل أمه لجد. شو صار؟ ليك أمي كانت كتير قاسية علينا نحن وصغار بموضوع العلامات والدرس وهيك، وإنه كانت هي تدرسنا، فهي بالنسبة لها الشغلة اللي درستك إياها بدك تجيب 10/10. مرة قصصتني هيك وطلع مش حق علي، طلعت المعلمة مش عطيتنا الدفوار على الموضوع على الركعة على الطريق. ايه ما بنسى لها ركعتك على الطريق لانك جبت 9.5. ما بنسى لها. مش هنيك طلع انه شخصيتك شوي قوية انك لا ما بعتقد هيدا هو السبب. لا لا أوكي. مش اذا الاهل بيقصع اولادهم بيطلع شخصيتهم قوية، لا هي الحياة بتخلي شخصيتك كثير قوية. اوكي طب خلصت اول فكرة كيف حبيتها من كفة او خلص؟ المهم الناس. لا انا بالعكس اكيد انا انا للصبح بكمل هيك اكيد الناس حابين. حابب انت؟ ايه اوكي لكن احنا ننتقل لثاني فكرة اللي هي اتصال مع النجوم.
اوكي جو، انت هلا عرفت شوي شو شروط اللعبه، بدنا ننتقل لرشال كرم الاعلاميه. بلا ما تعرف انت انت انا هي رح تكون باي ذا واي ضيفتنا الجمعه الجايه، رح ننتقلها بلا ما تعرف انك مش عم تسمع، بدك تحكيها على اساس شو مكتوب بالبوكس. ايه يلا بدي اجرب. بدك تجرب؟ طيب يلا انا مشيت الاغاني ورح ننتقلها. رديت لما قلك لا هلا هي اونلاين، اذا ما بدها ترد يعني ردي. هاي عم تسمعي؟ عم تسمعي؟ انبسطت شفتك امبارح. ليك جيب معك ال الو هاي رشال، ماني عم بسمعك منيح. انت عم تسمعني صح؟ صار لنا زمان ما التقينا. ايه 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 مش لا عم نحكيك من لبنان رشال. هاي معك ريان حايق. حاطط لي الهيدفونز بديني وحاطط لي ميوزيك وبيلقط لي ورق وبيقريني هون وحاطط لي ميوزيك وانا ما عم بعرف لا انت شو عم تحكي ولا انا شو عم بسمع. بس ليش في شيء باللعبه يعني؟ هي جزء فقره من فقراته. ما هو احنا جمعت جهه تصوير مايك بالمبدا امبلو. ايه بالمبدا. هلا عم جرب تغير رايك؟ لا لا ما بتغير رايي يا رشال. رشال بس تعطيك كلمه ما بتغير. طيب هيك رح يصير فيك كمان. ما هيك رح يصير فيك جمعت الجهه كمان. فكري مين بدك تطلبي. ايه فكري من هلا مين بدي لمين بدك تدقي. انا مشتاق لك رشال. انا كمان مشتاق لك. هو انت بتعمل شو لك شويه انت برات لبنان او بتقول لك تيجي وتروح؟ لا هون بس برا. ايه ومبسوطه فيك عم بتولع الدنيا وعم بتخلي الناس تكون مبسوطه بالسفر. ايه ميوزك اصلا. ايه احلى بكثير بصراحه، فيها فرح بالقليله. يلا اوكي حبيبي يلا بقى. باي باي رشال. يلا يلا ديل باي. ما هدومي رشال تعقد انه على اساس ما عم تحكوا هيك. ليك كيف كانكم؟ لا نحن كثير قراب طول عمرنا يعني، بس انه انا مبعد. ما مش انه المشكله برشال او بحدا. انا مبعد. ليه؟ كل فترة بعمل هيك. ليه؟ برجع لورا فشخة وبعد برجع بعمل بلانينج. لا مش تشوف الناس بتحكيني. برجع بقعد بعمل مثل إعادة. كرمال شو؟ كرمالي أنا. أوكي طيب. أنا ما بحب ضلني عايش مونوتون بحياتي. بتحب تغير أعمل نفس الشيء وأعمل نفس الشيء وأحكي مع نفس الناس بعدين كل مرحلة في إلها التشالنجز تبعها التحديات تبعها. اوكي فبقعد براقب وبحط بلان وبعمل خطه لحياتي كلها سوا وبمشي فيها. يعني انا هلا بتوقع انه بعد شهرين ما بقى تحكيني لا لا مش هيك. ما انت تاخذها هيك. عم بحكي بلان بحياتي بشغلي بعرفت. طيب هلا رح ننتقل لثالث فقره اللي هي 60 سكندز مع النجوم. اوكي جو صرت تعرف شو هي شروط اللعبه. رح اسالك 60 سؤال ب 60 ثانيه وبدنا نشوف على كم سؤال بتقدر تجاوب. يا ريدي؟ ريدي. يا شي مرة فتشت اسمك على جوجل؟ ايه. في وفا بالدومين؟ لا. حب او مصاري؟ حب. اكتر طبخة شاطر فيها؟ مش شاطر طبخ ولا طبخة. الطبخة يلي نو ويت كلها بامية. شي مرة ما حدا نعرفك؟ ايه. شي مرة رفضت حدا يتصور معك؟ لا. ايدي كنت تجيب بالمدرسة؟ اعلى شي. تعرضت لتنمر بالمدرسة؟ يس. امتى اخر مرة بكيت؟ ليلة عيد ميلادي هلا جمعة. ليه؟ اخذ حقك؟ شو ما لا شو؟ اخذ حقك؟ بشو؟ بالدومين. ما بفكر هيك، بهمني مع نفسي. مين أكثر شخص بتحكيه؟ مام. أكثر شخص دعمك؟ أو دعمك أول ما بلشت؟ زياد بارود. أول شغل اشتغلته؟ دي جي. أكلي سوري، أكثر شيء بيعصبك؟ الكذاب. أكثر شيء بخوفك؟ الموت. اوكي هلا بعد فيه هيك بس سؤالين ثلاثه بس انا بدنا نكفيهم. اكثر فنان قريب على قلبك؟ ملحم بركات. اكثر فنان هلا ملحم بركات هلا يعني بعده انا عندي موجود بس تحكي مع ماما بحكي كمان ملحم بركات. اوكي شغله واحده بتغيرها بحالك؟
طيبة قلبي. بتفكر بالهجرة؟ لا. شو كان حلمك كتير انت وصغير؟ طيارجي بعتقد. مش هيك بايلت. بتتعلم؟ لا. بطلت؟ بلا بس انه لا من وقت الانفجار ما رجعت طلعت الطيارة. او اخر وحدة ما رجعت طلعت سقت الطيارة مش ما رجعت طلعت. شو هي اخر هدية وصلت لك؟ هلا عيد ميلادك جمعة الماضي. اخر هدية طب هدية وصلت لك حبيتها؟ ولو جات ما هديتو شيء؟ لا جاني هدية بس بعد ما استعملتها ما يعني شهرجي اللي حبيتها شو هي؟ ماشي الكلمة الحلوة من أشخاص قريبة لإلي أنا هلا بتعرف شغلة لا 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 بس خليني أقول لك شيء لأنه ما بيعرفوا شو بده يجيبوا لي لأن عندي كل شيء. طيب شو الهدية اللي عن جد تعني لك إذا جيبوا لك إياها؟ غير الحب وال والهالقصص ما بعرف عن جد ما خلاص عندي كل شيء عن جد الحمد لله انا يعني انا طياره مثلا هيك انه حدا حيجيب لي طياره كمان يعني بكره هلا مندبر لا 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 بس انه بنجمع نواف وبنجيب بيوجولي بحب اكثر الاشخاص المنيح يضلوا حوالي والمش منيح يشيلوا من حياتي هي اهم شغله هدايا ماتيرياليستيك ابدا 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 هلا عم تحكي اشعار بس انا اوكي لا والله عم بحكي اشعار طيب رح ننتقل لقبل اخر فكره شو بدي اقول لك يعني تي شيرت ولا برفيوم ولا ما بعرف شو بدي فيهم طيب. لا والله ما بيعنوا لي هودي طيب اوكي بننتقل لقبل اخر فكره اللي هي جوجل مع النجوم يلا اوكي جو وصلنا لقبل اخر فكره اللي هي جوجل مع النجوم كتبت اسمك على جوجل وشفنا سجستشنز اللي بيجوا انه هن الناس اكثر شيء مفتشين عليك اول وحده جو معلوف دي جي مظلومين الناس انه جو معلوف دي جي وقت ما كان عمري 16 بس انه ما بيعرفوا يمكن هلا لانه عملنا شركه وصرنا نعمل بيج ايفنتس صاروا شوي بينصدموا لانه انا صرت معروف اكثر بس انه ايه جو معلوف فاميلي انا عندي سؤال عن الفاميلي هالقد انتم قراب كلكم من بعض ومع انه في يمكن في ظروف ما خلتكم تعرفوا بعض من زمان او تكونوا قراب من انتم وصغار هالقد انه قربتكم الفاميلي ايه ولا إذا أنا وجاد كتير قراب من بعض أنا وأمي مرق فترة مش قراب من بعض قبل وقت كنت بعدني صغير وعلى 18 بلشنا عن جديد نقرب عن على بعضنا فهذا بياخد وقت كتير مثلا وما خيك جوني من جاد أقرب لأنه جوني مسافر وعايش برا وهيك وشخصيته غير أوكي. مش يعني ما بحبه أجاد ولا بالعكس بس أنه لا غير غير شخصيه غير كاركتر اوكي جو معلوف نت وورث هلا انا فتت لقيت جو معلوف شخص كبير بالعمر عنده مليار دولار وعنده شركات في جو معلوف بعتقد بفيغاس حدا تاني عنده اوتيلات او شيء هيك بس مش عارف كثير معه مصاري وهيك الله يزيده ان شاء الله يكون مبسوط يصير ولا جو ان شاء الله يكون مبسوط جو معلوف وايف فتت كتبت في كثير ناس مفتشين انه جوز جو معلوف وهيك لانه قبل مره حكي انا كنت بعلاقه مع حدا والناس بدها تعرف بس ولا مرة لا قلت جوزت ولا قلت بدي اتجوز ولا حطيت صور ولا شيء كنت مع بنت ولا 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 قلت بلا انا حضرت انترفيو كنت قلت سألوك هاي من ايمتى؟ من 6 سنين اكتر لا 6 سنين ما بعرف ايه هلا خلاص ما حدا بيعرف بس لا ما بعتقد ما بعتقد اوكي وجو معلوف كونتاكت نمبر في ناس بدهم يحكوك كل العالم عندها رقمي كرمال يحكوك كرمال مواضيع انه بس هلا بطلت عم رد ليه؟ لانه خلص 12 سنه بزياده بس اذا في ناس ما فيك تضلك كل النهار وكل الليل حياتك كلها واقفه على التليفونات ليل نهار مع كل الاحترام للناس ولاوجاعهم وكل شيء بس I'm not the right person بقى يروحوا عند اللي انتخبوهم مش اجت الانتخابات ما انتخبوا نفس الاشخاص ما بقى يجوا لعندي لانه انا اجى الوقت اللي انا اطلع بحياتي وبراحتي لإلي انا بعتقد ضحيت 12 ل 13 سنه مع بدون ما ربح جميلي حدا هلا خلص اوكي رح ننتقل لاخر فكره اللي هي تحدي مع النجوم جو وصلنا لاخر فكره حطيت لك 5 اسئله كثير محرجين وانا معي الاجوبه تبعهم مش بعتقد انه معي جواب انا معي الجواب بدي اقول شو الجواب فبدي منك انك تسحب انا بجاوب ما عندي مشكله بدي اياك تسحب ورقه وتقرا سؤال بقلبك اذا بدك تعمل باس باس بس لك حق باس واحد اوكي بالاسم مين السياسي اللي مفكر بيقدر يشتري الناس بمصرياته كل اللي معه مصاري بدك بلش عدلك ما بنخلص كلهم قلت لي 7 هن لا اللي معهم مصاري اللي مفكرين قدر يشتروا الناس بمصرياته كسياسية ايه اوكي شو يعني كلهم 3/4 هون عم تقول لي هيدي ثقافتهم للسياسيين ما بيعرفوا يشتروا الناس الا بالمصاري
اوكي اذا بدنا نسمي لبكره لا خلص عندك غير جواب انا كان عندي كان عندي جواب بنظرك انت بس انه قلت لك اليوم بتغير نظرك فما فيك لا قل لي شو هلا بخبرك لما نخلص ليه انت ليه بدك اياني انا اسمي وانت ما بتسمي انا قلت لك كله لانه ما بدي يكون لانه ما بدي يكون عم بتهم ويكون مش مزبوط ثانك يو بتتمنى لو ما خلقت بلبنان لا بس بتمنى بنبسط اني خلقت بلبنان اوكي ما بحب اعيش حياه اللي بعيشوا حياه طبيعيه ليك هلا بيوروب شو عم يصير فيهم بتتمنى لو تعرف لانه منهم جاهزين للستريس هلا شوف شو رح يصير فيهم هون انت اوريدي من كل الشعب اللبناني ايه انه جاهز للمصايب وللمشاكل طيب بتتمنى لو طلعت اعلامي غير مثلا امريكا سي ان ان ما فيك تلغي انت مين وين ايه بس لو بتتمنى ما فيك تتمنى السؤال ما بيركب لو تمنيت انا خلقت هون لألعب دوري بهيدي الحياه هون غيري خلق بامريكا لا يطلع يلعب أوكي. دوره اوكي مين اضرب اعلامي بنظرك شو اضرب ما هيدي خلص انا بعرف مين لا انه جاوبنا ما هو انا بعرف انه هو بنظرك الشعب اللبناني مبنج لانه رجع انتخبون هن زيتون مش ما مبنج مش الوصف المزبوط شو اللي كان اوريدي كاتب مكتوب على الورقه انا بلاقيهم للناس بدهم يزعلوا كثير يزعلوا انه بيستاهلوا اللي عم بيصير فيهم لانه نحن من ايدنا هيدا ما بقى البلد ونسب البلد والبلد البلد بطبيعته وبالحجر وكبلد بيعقد البلد مش كثير فيكم مش بالبلد اوكي اخر شو هو السر يلي بدك تخبرنا اياه لاول مره هو سر ببطل سر لما تخبرنا هلا ما تقلق انه مثلا بوعى 5 صبح باكل انه لا انه بدنا شيء يعني في انا اسال في اطلب منك شيء تقول لي اياه قول تشوف اذا هذا الشيء انت بدك تاخذ مني ترجع تكب وحده ثانيه تاخذ سرين هو هيك لا قول بلش انت لا قول انت خلص ما بحكي ساعتها لا قول لا انت قول لا قول ما هو شيء كان برايفت بيناتنا ما في خبر عن قصه كرامه شو بدهم يعملوا بعدين لا هذا مش سر الناس انه بعد ما عرفوا الناس السر اللي بدي خبرك اياه وعم بقوله لاول مره انه اخذت قرار انه كل اللي بملكه بحياتي رح يتحول لشخص او شخصين اف شخص او شخصين وانتو 5 بالعائله ما بهم فينا نعرف مين هو الشخصين ما بدي افوت تفاصيل هذا شيء خاص فيي بس انت طلبت سر عم اقول لك اوكي وصلت لمحل لقيت حالي انه كل اللي عملته بالحياه كل اللي انا بملكه بالحياه هذا شيء ما بيعني لي لالي بتعني لي اشياء ثانيه بالحياه ما بدي اياهم بقى اف يس إذاعة كل اللي عملته بيوتك سياراتك كل شيء شو بدي فيهم؟ أعطيتهم لشخص أو شخصين معين أنا in the process هلأ هذا شيء كتير جديد أوكي جود بدي لك ميرسي لأنك كنت معي بهذه الحلقة إن شاء الله تكون حبيتها ميرسي أكيد حبيتها أنت أنا أكيد حبيتها perfect thank you أنك كنت معي وميرسي لكل شخص كان عم يحضرنا أكيد بنشوفكم جمعة جاية بحلقة جديدة